السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة آر أصبر تعليمية متعددة في عدة مجالات. واليوم جبنا لكم فكرة غرس بذور الدلاع بواسطة الجرار. هذه بذور تاع الدلاع نوعية جيدة، شريناها راح نغرسها إن شاء الله اليوم. اللي ما اشتركش معنا في قناة اراس برو يشترك، واللي يحتاج اي شيء خلينا تعليق. بعد سقوط الامطار نقوم بحرث الارض وتقليبها بواسطة الجرار لتهيئتها لغرس الدلاع. لغرس الدلاع بواسطة الجرار يقوم شخص بالصعود مع السائق بالجرار. عملية غرس الدلاع بواسطة الجرار تختلف عن عملية غرس الدلاع بواسطة الفالة. اللي حب يتابع عملية غرس بواسطة الفالة تلقاه في الفيديو هذا في صندوق الوصف الأعلى. راكم تلاحظوا هنا في عملية الحرث وغرس الدلاع بواسطة الجرار، هذه هي ما نلاحظوا فيها أمامكم. الشخص الذي يريد أن يغرس الدلاع الصاعد مع السائق يقوم بإسقاط حبات الدلاع من 3 إلى 4 حبات، والمسافة بينها حوالي متر إلى متر ونصف. عملية الحرث هنا تكون خفيفة لتغطية حبات الدلاع فقط. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.